السلام عليكم فولين، عاملين ايه؟ النهارده معانا لعبة جديدة، هنلعب ماد ماكس، هنحاول نختمها هنا في القناة ان شاء الله يعني. طبعا اسف جدا على التأخير في الفترة اللي فاتت، فاينل بقى وانتوا فاهمين وكده. طبعا متشكرين جدا 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 على دعم الفترة اللي فاتت، بقينا 27 مشترك. فلو انت اول مرة تشوفنا يا ريت تنزل تدعمنا بلايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو. بس مش هطول عليكم والى الفيديو. طب يا شباب نبدأ اللعبة. عايزين بس نوطي الصوت عشان الصوت مزعج الى حد ما. هات الاوديو يا باشا كده. ميوزك فاليو، خلي وطي وطي كابتن، وطي كابتن ميوزك فاليو دي لو سمحت، وطي ميوزك فاليو. طيب يا جماعة، بعد ما وطينا صوت اللعبة فليتس جو نيو جيم. هات ماشي، يلا ليتس جو، ماشي ليتس جو. بسم الله بسم الله. ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه في ايه؟ كلهم ايه يا عم يا عم؟ لحظة لحظة، لسه ما بدأتش اللعب يا جماعة. في ايه؟ ده المفروض بالشخصية اللي احنا بنلعب بيها. طيب بعدين يا ابن اللعيبة، لا لا لا، خد بالك احتراف، ما بالك لما نلعب اللعبة بقى يعني. يا لهوي، طيب هو بيقول اللي هو معاه كل العتاد بس ناقص له بس الفيول، البنزين يعني، او بتاع. ايه ده ايه ده يا جماعة، لحظة، كل ده على واحد يا جدعان؟ ايه ليه؟ يا دين محمد، ايه ده؟ دي عربية؟ الو، هل طب احنا نقضيها اللعبة كاتسين بس؟ حلو، هو اعوذ بالله، انت شكلك عامل كده ليه يا عم؟ ايه ده؟ اللعب رعب ولا ايه يا جدعان؟ يا لهوي، ما بالراحة يا حبيبي، صلى على النبي. خدوا العربية. طب انا طب انا هلعب بايه طيب؟ يا جماعة، طب من... طب بقول لك ايه، ما نقفل اللعبة بلا قرف، يلا يا جماعة. انا اتضربت واتاخد مني بتاع، لسه ما عملتش حاجه. ايوه يلا يلا، عاش يلا عاش يلا. والله حاسس ان انا معلق على فيلم مش بلعب، في ايه يا جدعان؟ طيب عاش يلا. ها لو خد بالك من العضلات، نفس جسمي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ليه؟ ايه ذنب الكلب يا كابتن؟ هو اي اسف خلاص، ده منشار. يا لهوي يا عم، انجز عاش. طب يا جدعان اللعبه بلس 18، اعوذ بالله. ده يا اسطى ده نشر دماغه والواد ده لسه حي. الو، والله نشر دماغه والواد لسه حي. حلو كده، ده انا ينفع ابتدي العب بقى عادي زي البنانين؟ إيه الله، لقيت مسدس، حلو، بركة يا جامع. فليس جو. ايه بقى ايه ده ايه ده، ده مش بينط يا جماعة، الو، ده بيداش بس. طيب وبعدين، اول مرة اشوف في لعبة السبيس فيها بيداش. طيب طب هو ليه مش بيجري بسرعة؟ ليه بطيء كده؟ ايه ده؟ ده الكلب. اشرب؟ هولد ايه؟ هديت ايه يا بيه؟ ده انا بقى املي الكرورة. طب انا عطشان؟ اشرب ازاي بقى؟ اربعة هولد اربعة تو درينك. طيب
انا لما بشرب ايه ده الاتش بي بتاعي بيزيد، البار بتاع الاتش بي انا مش عارف انتوا شايفين البار. لا طب استنى استنى نظبط الدنيا كده يا كابتن، خلينا كده شوية، جيبها كده شوية، ولا نخليها، خلينا هنا كده، خلينا هنا كده عشان تعرفوا تشوفوا. طيب طبعا البار بتاع الاتش بي بيزيد لما انا اتمل. طب انا اروح فين؟ اروح على الطريق ده. ايه ده؟ ايه صوت كلب يا جدعان؟ الكلب راح فين؟ في حد بيضرب الكلب؟ هو نضرب ازاي بالمسدس؟ طيب عشان ده حد. ايه ده؟ ايه ده؟ خد يلا خد سجن الكلب. ايه الكات سينز دي؟ تعرفني ليه يا ياسمين؟ تعرفني منين يا ياسمين؟ Snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. المفروض بيقول اللي هو عرفني اللي انا السائق. وانا الراجل بتاعك. انا عندي عربيه و تيك يور كار وبتاع وحاجات كده، عايز يديني عربيه وعنده عربيه يعني. انا اللي هو عنده عربيه ويقدر يخليها شغاله تاني. بس المفروض نساعده. حلو. Don't go astray. Don't go astray. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chumbuck, it's not stupid. هو الواد ده طلع اسمه شامك. حلو، بيقول لي اللي هو مش ستيوبيد واللي هو عنده عربية بيصلحها عشان يديها لنا تقريبا. مش عارف، وبيقول لي اللي هو تبعنا يعني. طيب. هو دي يا باشا. ها. Dog's bleeding out. Oh, I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Where's the car? فيرز ذا كار، هات العربية. حلو. I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. بس اللعبة فيها كات سينز كتير قوي كده. بيقول لي ان انا المفروض دلوقتي اروح افايند حاجة اسمها الواير عشان للبتاع اللي هو اسمه ايه ده؟ للعربية بتاعت الباج بتاعت الواد ده، فلازم اجيب له واير. فاحنا نروح بقى نجيب له الواير ده. نجيب لك الواير ده منين يا صاحبي؟ ايه ده؟ في حد ميت، في حد ميت. ماشي حاضر، اجيب له الواير. حاضر. ايه تو كلام؟ طيب ايه ده؟ ده في حد. اضرب ازاي طيب يا جدعان؟ ايه يا رجالة؟ ايه يا ديني النبي على الضربة؟ ايه ده؟ لا ايه ده؟ اهو الضربة اهو اهو، بفضل ده بهولد كليك يمين. تمام حلو. هو لسه عايش ولا ايه؟ خلاص يا كابتن، انت تقعد تشتم كده ايه؟ يوز ما اعرفش ايه سترايك. ماشي تو بير جينيس انمي. تمام حلو. و ماشي ماشي كونتر اتاك بقى. ماشي قشطه 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 كونتينيو. ماشي خلاص قشطه، على الله حكايتنا يا زميلي. لا لا اقعد ساكت يلا. اوعى يلا اوعى يلا. لا ده انا احتراف بقول لك. ايه هو راح فين؟ انت بتضرب فين؟ طيب ايه ده تاني؟ يا ديني النبي ده داخ. هو لما بيدوخ كده بيقول لي لما ادوس ايه عنده، مش عارف ادوس ايه. يا يدي مات. بس يلا عيب عليك، يلا عيب عليك ان انت جاي تلعب مع تلعب مع هوا. طيب فين الواير ده بقى؟ نلاقي الواير فين؟ ايه ده؟ طيب اللي انا اعرفه عن اللعبه اللي المفروض ان احنا بنقعد نجمع سكرابس، السكرابس دي بنحتاجها جدا فلازم نجمعها. تمام واحد من اتنين يعني، المنطقه دي فيها اتنين سكراب، التانيه اهي قشطه كده احنا لوتد 100%. طب فين الواير؟ اه في العربيه دي. هو ده والنبي يعني انا جاي كل المسافه دي عشان اجي دي لول. طيب يا باشا اللي انت شايفه ارجع بقى يعني. خلصة ومعاها صلصة. هو طيب انا معايا كام طلقة في البتاع ده؟ اه ضيعت الطلقة شكرا. هو كان معيش تاني شكرا. يخرب بيت الخبايا ده. متخلف.
يا لهوي ابتديناها غباء يا جماعة. لا مؤاخذة حاضر، ما تقعدش بقى بلطم كتير، جبت لك الواير اهو، يلا يا عم اهو بيس. ايه القرف ده؟ اللعبة دي مقرفة قوي يا عم اقسم بالله. خد يا عم. بيقول لي اللي هو انا اجيب الكلب ده وراه، يلا يا زميلي على الله. هادي الكلب، انا الله انا شايل الكلب يا عم. خلاص جاي لك يا عم، تعرف لو ما اديتنيش في العربيه في الاخر عليا الحلال، بص وبظهر المسدس ده في وشك. طب هو ما ينفعش اجري ولا ايه البطء ده؟ وانا بطيء ليه كده يا جماعه؟ الو مش شايل الكلب يعني، هو تقيل للدرجه دي؟ حلو، هي دي الباج اللي انت مطلع عين ابونا عشانها؟ يعني انت مطلع عين ابونا عشان دي بذمة اهلك؟ اركب ال بالار مش ادي، يلا ليتس جو، جبنا عربية اخيرا. حاسب كده اللعبة دي معظمها يا جماعة بتعتمد على العربيات. يا نهار اسود يا نهار اسود يا جدعان، انا ما بعرفش اسوق، انا ما بعرفش اسوق. ده انا كنت بلعب جي تي ايه يا جدعان، حمار فيها يا جدعان، انا جاي العب. شكرا 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 على التهزيء اللي الواحد بياخده قدام الناس ده، شكرا. هل وصلنا الحمد لله من غير حوادث جسيمه يعني. كم ها كم بمين يا اسطى؟ كم بتاع مين يا اسطى؟ بس غم لوك اهو، ما لوك اهو، هو ده الكامب؟ طيب دي العربية بتاعت اللي سرقوها يا جدعان؟ ايه يا عم ارجع عربيتي يا عم. Your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Hmm? Now I can build you a car, bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. عايز يبني لي العربية بتاعتي بدل ما اخاطر واروح اجيب العربية بتاعتي. How tough, how fast. How tough, how fast. بيقول لي للعربية اللي هو هيبنيها تبقى اجمد واسرع. يا عم طب انا يلا بسرعة عشان ما حدش يشوفنا. هنا بيقول لي هنروح هناك، هنا ده المكان بتاعي اللي انا هبني لك في العربية بتاعتك. طب انا يا عم مش عايز حد يبني العربيات يا عم، انا عايز العربية بتاعتي يا عم. الله اه ده المنظار يا اما، ده الواد شكله يعني بني ادم كده هيعرف اصلا يبني لي حاجه؟ احنا نحور. ماشي يا عم نركب يا عم، يلا يا عم اركب يا عم ورينا يا عم. يلا يا اسطى يخرب. طب بعدين العب العب يا سمك، هو السبيس بتدي فراغ؟ يا لهوي يا جدعان يخرب. هو شفت ايه الفرامل لول ودي ايه؟ طب ما يلا دي الشيفت هي البتاع. والله يا جدعان التحكم صح. هايد اوت مش نرجع ننزل يلا باشا. ايه بقى فين يا اسطى العربية يا اسطى؟ فين يا اسطى العربية عشان ربنا يديك من مسدس في وشك؟ فين العربية يا اسطى؟ ها اهو عايز ايه؟ ايوه ايه اه هولد اه ستارت ميشن مش كم
hallucination become truth. The angel made steel. Angel made steel. يا عم انجز ورينا العربية فين. انت مقرف ابونا عشان دي. انت عامل كل ده عشان حتة عربية معفنة زي دي. لول. اه والله بتفهم يا ابني والله. يا ابني معفنة يا ابني دي خردة يا ابني. Divine strike shaft and a symbiosis of faith. Potted and made to measure. What's with that old time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog. Huh? Hell yeah! Bulletproof and torture tested. Just look at that. Shocks and links too. It's gonna be eight cylinders, nothing less. بالظبط والله يا ابني بتفهم. First, we have to get her beautiful body. عايز الجسم الخارجي بتاع العربيه الاول ده اللي ناقص. بيقول العربيه قويه بس عايزين الجسم الخارجي بتاع العربيه البادي بتاع العربيه الخارجي فاحنا المفروض كده نروح نجيبه. طيب نروح نجيبه ازاي بقى؟ هنجيبه من هنجيب البادي من مكان صعب نخش عليه. ايه ده العربيه ليها بار اتش بي بار فيول لو فيول لو. طب انا العربيه ما فيهاش بنزين اعمل ايه؟ قال لي نروح نجيب بنزين يعني الاول. ماشي روح هنا. طب هو ده ايه؟ السلام عليكم. تعالى يا باشا. ايه يا باشا؟ ايه ولع ولع يالا. بس بتعمل ايه؟ بتعمل ايه انت؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه انت كمان؟ ولا ده انا فاكر يالا العرب يالا. انت ما شفتنيش يالا ولا انا فليك فيجنز يا شفتنيش يالا ولا ايه؟ ها شفتني ولا لا؟ ايه ده ما ينفعش اضربه ميت. خلاص ماشي. ايه؟ تعال اسطى. طيب حلو عايزين بقى نحط البنزين نحط فين يلا؟ ار انتر ماك لا استنى ثرو اي هولد جناي معرفش ايه حط يلا فين الاف ريفول. ايوه حلو ريفيول اهو يا باشا. بيقول لي بس استنى ما لوتناش لحظة ما لوتناش. بيقول لك تعالى نجيب اكسترا بس ثواني لحظة الوت الدنيا دي. سكراب ده هنحتاجه والله انا عارف. طيب هو كده ناقص واحدة سكراب كمان. ايوه اهي على الله حكايتنا يا باشا 100% لوت. طيب حلو حلو قوي حوار اللي هو يقول لك اللوت بتاعك في المكان ايه عشان بنقعد ندور عليه وحاجه خرا يعني. الاكسترا هو يا عم اعمل ايه؟ حطه ازاي؟ اي تو هولد انستول. ايوه يلا يا عم ما تقعدش بقى ترغي كتير يا عم. ليتس جو ليتس جو يا باشا. توكلنا على المولى. نروح بقى نتخانق مع الناس واخد بالك انت عشان نجيب البادي بتاع العربيه. فعلا العربيه ما فيهاش بادي خالص. ماشي ايوه يا نهار اسود. طيب طب يا ابني يا حبيبي والله يا جدعان التحكم صعب قوي بتاع العربيه ده. بص انا بدوس زر بس بلاقيها حودت على الاخر. طب انا اعمل ايه طيب؟ ايه؟ طب احنا بنموت من قبل ما نخش يعني اعمل ايه طيب دلوقتي؟ المفروض اجري عليها جري يعني واكسرها؟ كده يعني؟
بسرعة. و طب اكسرها ازاي؟ ودي هيصلح العربية الحمد لله. هو انت لما تعمل في الموتور كده انت بتصلحها؟ بكسر البتاع دي ازاي؟ بالجنايت. استنى انا جاتلي فكرة. طب انا استنى جاتلي فكرة. نبعد بالعربية. هات ال يا عم والله خلاص زهقت. جاهزة بس للانطلاقة. هسيب كده هدا كده. تعالى بقى كده ثواني نروح نحطه وندربه في ال عند الجيت. حلو. فاحنا نعمل له جرايند. استنى بس نوصل. ايوه يا رب بس تبقى فكرة صحيحة. سرو سرو ايزي ايزي. لا الحلال ايزي يا كده. طيب ليتس جو يا عم. خلاص حاضر يا عم خلاص اهو. ايه بقى نعمل ايه؟ حلو. ايه ده؟ بتقول لك خلي بالك من الحاجات دي بتفنجر. ده انا دخلت فيها يا جدعان والله التحكم بتاع البتاع صعب اقسم بالله. قبل طيب حلو اهو يا جدعان والله صعب. طيب حلو اهو اهو على مهلين على مهلين. محدش بيجري ورانا. لا والله يا جدعان بيتحوط زياده عن اللزوم. بص 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 اهو. ايه ده بقى ده؟ ساعات تحوط وساعات لا. ايه بقى؟ امتى يا ابني؟ عشان احنا قربنا نخسر يا ابني من قبل ما نوصل. الو انا ما بعرفش. انا هريس اسود. نزل يا اسطى. طب ما اعمل ايه طيب؟ العربيه صعب سواقتها. كويكلي يلا. هو بعد اللي حصل ده ممكن تشتغل تاني؟ لا لا مش عارف اسوق. مش عارف ما بعرفش اسوق من غير المرايه. طيب اهو يلا يا عم خلاص كفايه. يلا يا عم احنا جامدين ما بنخبطش. احنا ما بيقصرش. نجري نجري احنا. بص نسيب على الله. سيب على الله. على الله والله. على الله. على الله حكايتنا والله. على الله. على الله. على الله. على الله. حاسب كده حاسب كده والله. بص انا همشي على الله. احنا بتوع ربنا. ايه ايه بس وصلنا الحمد لله بسلامة الحمد لله. ايه بقى؟ زر اور برايس. بادز ايه البادز بتاع العربية اهي. بيقول لي روح خدها. هاي بروح خدها يا عم. ايه نمشي. طيب ايه ده؟ في حد مشي من هنا على فكرة. حد شفتوا؟ خدتوا بالكم يا جدعان؟ طب ايه؟ طيب هات لوت. احنا بتوع اللوت. هتقول لي نسوق عربيات؟ ما احنا حمير اصلا. حاسب كده. ايه بقى؟ هولد اي تو زاين. خد يا باشا. ماشي. ده عملها بالسلاح يا ابن اللعيبه.
فلاش لايت يا اسطى، في واحد حواليك على فكرة. طيب حلو، جبنا فلاش لايت. في هنا اي لوتر؟ ايه ده؟ اهو قدامي، خد يلا. ولا خد يلا، انا يلا بقول لك يلا. في لوتر حاجة؟ استنى اللوت الاول بس يا كابتن، ثواني. اهو ده بره، خد يلا. عاركني عاركني. ايه ده، في موتور هنا. طب تاني؟ ايزي خلاص يلا، ما تحرقش كتير بقى. خلاص هجيب العربيه واجي لك بقى، ما تقرفناش. في لوت هنا ولا حاجه؟ مفيش. اللوت هو الاخير بس كده، 100% لوت. بعدين بقى اعمل ايه؟ هو في علامه، ما نروح على علامه ما ننجودش فيها. ايوه بعدين نختار البادي بتاع العربيه دي، ولا دي ولا دي هو ايه ده؟ بتتلون يعني؟ ده انا ينفع اختار اللون يعني ولا ايه؟ لا دي مش حلوه، ولا دي. هاي اول واحده دي لطيفه الصراحه. يلا اختارها. طيب اخترنا البادي بتاع العربيه. بعدين بقى كل ده بنحاول نجيب عربيه بدل اللي معانا. قفشونا. ده بسيف، فاسيف فاسيف. يوز سبيس تو فيد التكسن. ماشي ماشي ماشي، باورفول. تمام عد... ايوه كده اللي هي الباورفول سكيل بتاعته دي. تعالى ده بيدوج وانا بدوج. يلا تعالى تعالى تعالى، خد اديني واحده كمان. خلاص اطلعوا لي واحد واحد. يلا ولا تعالى يلا، ده انا هخلص عليك كلكم يا دين محمد يا جدعان. تعمل ايه انت؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ بس انا محدش عارف يعمل معايا حاجة. انا تعال 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 تعال. ده انا كده، ده ممكن اقعد كده طول اليوم يا باشا، ولا يهمنا ولا يهمنا يا باشا. تعالى يا باشا. يا لهوي يا جدعان على الدمج. ايه ده؟ ايه عامل ايه بقى؟ ولعت ولعت. خلاص خلاص خلاص، حاضر حاضر. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ بريك اكسرها. ماشي طيب خلاص كسرتها. الله حلو ماشي. لا 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 انزل انزل انزل. ماشي عاش. ده ايه ده؟ ركب انت لحقت يا اسطى؟ ركب ال ده لحق ركب البادي. الو ركب البادي ازاي ده؟ هو ركب البادي ازاي طيب؟ طيب هل انا صعوبة اللعبة كلها في السواقة، اقسم بالله العظيم. ايزي ولا اسهل حاجه يا باشا، احنا جامدين جدا. اوعى اوعى الدوج بدوج للعربيه يا جدعان. السلام. اي شكرا شكرا، الله يسامحك يا عم. معلش طلق تاني. ماشي يوهو، خلصنا المشي ايزي. يس يا باشا، انت وانت جاي مع كوير كات ولا ايه؟ طيب ماشي، ليتر ليتر تصلحها بعدين يا عم، مش دلوقتي. شوف بس احنا الحوار ده، انا قلت اعمل حته فاهم، حاجه روقان خربت مني. والله يا جدعان مش عارف اخش النفق. الكلب اهو. طيب ولا ما تصدعناش بقى.
بس هو لحق يركب البادي ازاي اللي واحنا هناك؟ اللعبة دي غير مقنعة من مرة. ايه بقى عايز ايه؟ مش التانية هات يا عم، عايز ايه؟ بيقول لي ساعدني نجمع السكراب. هاربون اللي هو هي هي هيحاول يصنع اللي هو حاجة بتقفش كده. ايه هو بقى؟ مش عارف الصراحة. بيقول لي جمع السكراب ده. بيقول لي ممكن تدمر بيه الويلز العربيات بدل ما تضيع الرصاص بتاع الـ اسمه ايه ده، الرصاص بتاع المسدس. فانت ممكن تستخدم البتاع ده اللي انت تدمر لهم الكوتشات بتاعتهم وتعمل كل الباقي ده. طب انا هجمع لك منين تاني يا اسطى؟ ده في هناك. ماشي يلا يا عم، جبت لك الحاجه اللي انت عايزها. ايوه بيقول لي افتحه. طيب اوكي تمام. ب 15 سكرابس كل حاجه هنا. السكرابس دي كانها العمله بتاعت اللعبه حرفيا على ما اعتقد يعني. وده ايه ده؟ هنعمل بتاع امامي. الله، ده احنا بنقعد نطور في العربيه. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. والله باشا ايه بقى دي؟ مفيش حاجه عندنا. طيب خلاص خلاص يا باشا، خرج نيتروس. هحط نيتروس. عايزين برطات. ماشي هتكون سهلة بالهاربون. تمام مسميها ماجنم اوبس. لول ليتس دو ات. يلا ايه عامل ايه؟ هو كده عمل الهارفون يعني؟ نركب يعني؟ طب اهو. اها وبعدين؟ ده خرجهم. فين بقى؟ شد الحاجات بإيه؟ إيه المفروض أروح على العلامات دي يعني؟ ماشي. ليتس جو. الرينج بتاعه مش كبير قوي. هو البتاع ده بيوقع حاجة ولا أي حاجة؟ ايه ده؟ Keep an eye out. No surprises. مفيش حاجة يا جماعة هنا لوتها ولا أي حاجة؟ أنا دخلت ازاي؟ ألو ألو يا جماعة، أنا اتحشرت. ألو ألو، أنا اتحشرت بجد. أخيرا خرجت. ايه بقى أخرج؟ أنا هخرج ازاي تاني؟ ايه ده، كان في حد هنا وأنا قتلته. لول عايز اخرج. الو اتحشرت. مفيش قفز في اللعبه. طيب اعمل ايه؟ طب ايه يا جماعه، انا اتحشرت. الو هخرج ازاي بجد والله؟ انا خرج. طيب عامة هنحاول. انا بقول كده كفايه. طيب عامة كده كفاية كده النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك يا ريت ما تنساش تنزل تدعمنا تحت في اللايك والسبسكرايب، وتقول لنا إيه رأيك وتدوني نصايح أعمل إيه الصراحة، عشان لسه مش عارف أي حاجة في اللعبة. وطبعا بغض النظر على الهبد اللي احنا نهبده يعني في اللعبة، بس عامة لو عجبتك يا ريت ما تنساش تنزل تقول لي إيه رأيك فيها وتقول لي نعمل إيه جديد. بس وشكرا جدا على المشاهدة. السلام عليكم.